أصبحت مدينة مينيابوليس التي تعد موطناً لأعداد كبيرة من اللاجئين من الصومال التي مزقتها الحرب أول مدينة كبيرة في الولايات المتحدة تسمح برفع الآذان على الملأ عبر مكبرات الصوت. وبهذه المناسبة قال يوسف عبد الله من الرابطة الإسلامية لأمريكا الشمالية: إننا جزء من المجتمع كمواطنين أمريكيين، ونشعر أننا لم نحصل على حقوقنا الكاملة بعد، لأن جزءا من حقوقنا الكاملة هو آذان الصلاة. حتى الآن لا يقوم برفع الآذان سوى مسجد واحد، وهو دار الهجرة بحي سيدر ريفرسايد برفع الآذان 3 مرات في اليوم. وقام مسجد دار الهجرة بتركيب مكبرين صوتيين كبيرين على سطح المبنى لخدمة الحي الذي تقطنه غالبية صومالية مهاجرة. ويذكر أنه تمت استشارة مجموعات الأحياء الأخرى من قبل وكالة الأسوشيتيد بريس، وقالت إنه بينما لم يتم إجراء أي مناقشات رسمية حتى الآن، فإنهم يتوقعون قبول معظم السكان.